أو خلينا نقول أول نقطة أنه من الجيد اليوم أصبح عندنا دليل استرشادي نعرف كيف تتحرك الرواتب في القطاع الخاص أو في الجهات اللي تعود بالنهاية إلى القطاع الخاص أو التأمينات الاجتماعية خلال سنوات، لأنه كان هذا الرقم وهذه الأرقام كانت غايبة لفترة طويلة من الزمن. صح. احنا ما نعرف السوق ايش يحتاج اصلا، ايش التخصصات المطلوبة اصلا، وين المفروض اليوم انا ولا انت ولا الثالث اذا عندنا احد نتولى ارشاده، وما نعرف الى اي القطاعات المفروض يتوجه او التخصصات، لاننا ما نعرف سوق العمل بالضبط وايش يحتاج. ترى هذا لسنوات طويلة كانت موجودة. اثنين، في الفترة الماضية صدرت تقارير خلينا نقول من جهات مستقلة عن متوسط الرواتب ومعدلات الرواتب لكل وظيفة وكم المتوسط اللي يحصلون عليه المحاسبين والمدراء الماليين الدكاترة الصيادلة إلى آخره، وتبقى هذه التقارير تقارير خلينا نقول جهات مستقلة لا يستند عليها كثير، بينما في العالم هناك يعني دليل استرشادي واضح للوظائف، متوسط الأجور، حجم الدخل، البونص اللي هي المكافآت، وش اللي يجي منها من بدلات إلى آخره. فاليوم احنا اعتقد انه المرصد الوطني عطانا القاعدة خلينا نقول بذرة النواة والبذرة الأساسية بأننا يكون عندنا دليل استرشادي نعرف فيه كيف تحركت الرواتب في القطاع الخاص، كيف صار نمو الأجور في القطاع الخاص. احنا نعرف انه في فترة ماضية حتى صراحة الأمير محمد ذكر الأجور وانه من المستهدفات ان تتحسن الأجور. صحيح. واليوم احنا نتكلم عن قفزة ب 48% من 6600 كمتوسط أجور الى 9600 كمتوسط أجور. بقي ان نذكر انه يجب ان ناخذ بعين الاعتبار ان هذه الرقم طالما ان هذه الارقام طالما انها مستدله من التامينات، فاحنا نتكلم عن اساسي وبدل سكن، هناك بدلات اخرى غير موجوده حتى لا يعني يعني مصادر هذه الارقام هي بيانات التامينات الاجتماعيه. بالتالي اليوم انا اتكلم عن اساسي وبدل واحد، بدلات اخرى غير موجوده، مكافآت اخرى للموظفين غير موجوده، وبالتالي اصلا الراتب او الفول باكج او الراتب النهائي اللي يحصل عليه الفرد اعلى من هذه المتوسطات، لان هناك ارقام غير موجوده التامينات لا تطلبها من الاساس. نعم، خليني بس برجع لنقطه مهمه. يمكن قبل فتره اعلنت وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه وصول العاملين في القطاع الخاص الى ما يقارب المليون، والسعوديين انا اتكلم عنه. نعم. 1.8 مليون. 2 مليون و200 الف. 2 مليون و200 الف. واحنا نتكلم اليوم عن 200 الف سعودي رواتبهم 20 الف، ونتكلم عن 44 رواتبهم 44 الف. اذا باخذها على قولتهم بحسبه يعني بدائيه شويه بدون ما ندخل بارقام احصائيه، يعني هل يعني هذا انه حوالي مليون وشوي رواتبهم اقل من 20 الف؟ لا، بالمطلق لا. لانه اليوم انا عندي الاحصائيه تقول اني عندي 10% من القوى العامله الموجوده في القطاع الخاص يحصلون على رواتب 20 الف واعلى، 2% من القوى العامله الموجوده في القطاع الخاص يحصلون على 40 الف واعلى، وهذه الارقام يعني اعتقد انه نقدر نقول انه ما تعطي الوصف الطبيعي لسوق العمل. ليش؟ لان انا زي ما كنت اقول لك قبل شوي ان هذا يعتمد على بدل واساسي، بدل سكن واساسي. في مكافآت كثيرة. أنت تتكلم عن الدخل بشكل عام. على الدخل، أنا يهمني دخل الموظف. مو الرواتب. لا، لأنه قد يكون شخص عنده راتبه 9600 الأساسي مع البدل السكن، وصافي ما يحصل عليه تقريبا 14-15 ألف ريال، إذا هو قريب للشريحة الثانية. كان بودي أن هذه المؤشرات تتضمن شريحة ثالثة. اللي هي يعني إذا نحكي عن المتوسط 9600 وبعدين قفزنا إلى 20 ومن ثم 40، كان بودي أن تكون في شريحة منتصفة. الشريحة اللي بالنص بالضبط. النص حتى أستطيع أني أوصف حركة الرواتب بالشكل الجيد. اليوم عندي نمو بالرواتب، تحسن في سوق العمل، عندي قفزة في متوسط الأجور، لكن الآن في كثير من الأشخاص اللي ما ضمنوا في شريحة 10% هم أصلا موجودين فيها، لأنه أصلا بدلاته ومكافآته توصل لفوق هذا السقف بالضبط. فإحنا أصبحنا نقول كأننا نقول أنه عندي فقط 200 ألف رواتبهم 20 ألف، عندي فقط 40 ألف رواتبهم 44 ألف رواتبهم 40 ألف. رغم التحسن في الأرقام إنها كانت بالمتوسط 22% بشكل سنوي لكل شريحة من هذه الشرائح من 2018 إلى 2023، إلا أني لازلت أعتقد أن الموجودين في القطاع الخاص من موظفين في شريحة أكبر موجودة ضمن هذه الأجور المرتفعة، أو على الأقل 15 ألف وأعلى. ما ذكرتها الدراسة بسبب طبيعة البيانات اللي حصلت عليها، هذا تصوري، بالإضافة إلى أني أتمنى أن يكون في شريحة
يعني شريحة إضافية توصف الحال ما بين 10 20 40. هل هناك أي معلومات إذا ما كانت الأرقام هذه اللي نتكلم عنها 200,000 مواطن أو سواء 44,000 أو حتى بقية العاملين في القطاع الخاص، توزيعهم اليوم الجغرافي على مناطق المملكة وين يتركزون، يعني وين موجودين؟ البيانات ما شرحت أين التكتل الأكبر لهالموظفين مرتفعي الأجور أو الموظفين اللي متوسطات أجورهم أعلى من 9600 على سبيل المثال. لكن بطبيعة الحال من قراءة المشهد نعتقد أن الرياض هي السنتر الرئيسي لهذه الأرقام المرتفعة بسبب طبيعة المشاريع والشركات، تواجد الشركات إلى آخره. لكن كبيانات مرصد لم تذكر لا التوزع الجغرافي لهذه الرواتب والموظفين ولا التوزع القطاعي للموظفين أصحاب الأجور المرتفعة. هذا كان سؤال.